السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم لحلقة 11 من 5G بالعربي. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وناس كتير بعتت لي تسألني عن يعني إيه ماسيف مايمو، وإيه الفرق ما بين المايمو والماسيف مايمو، وإزاي ده هيأثر على 5G، وإيه الجيرني اللي بدأت يعني من أول المايمو للماسيف مايمو. فإن شاء الله ده التوبيك بتاع النهاردة، فخلينا نبدأ كده إن شاء الله. اول حاجه، زي ما احنا عارفين ان في مالتيبل انتنا تكنيكس مستخدمه، بتبدا من اول السايسو. ولو جينا نقول ايه السايسو تايب، وده هو اكتر حاجه بسيطه في المالتي انتنا تكنيك، اللي هو عباره عن زي ما احنا شايفين كده في انتنا هنا في الترانسميتر وانتنا في الريسيفر. فهنا في ترانسميتر واحد وفي ريسيفر واحد، فده مخليه من ناحية الامبلمنتيشن اسهل، من ناحية الديزاين اسهل، وفي نفس الوقت عندنا في انواع او في بنفيت للسايمو السايسو سوري السايسو. فالسايسو ان جنرال كان موجود من زمان، وهو كان الايكويشن بتاعته سهلة جدا، ان هي كانت عبارة عن ان انا عندي الواي اللي هو هنا الاوتبوت بيساوي الاتش في الاكس، الاكس هنا ودي الانفايرمنت او الراديو تشانل بتاعتي اللي هي الاتش، تمام. فهنا السيستم عندي النويز بس هي اللي ممكن تضاف هنا، يعني في الحتة دي هيبقى فيه نويز، فالاوتبوت بيبقى يساوي الانبوت بلس النويز. فكده التشانل باندويث بتاعة السايسو هي بتكون ليميتد. يعني ازاي بتكون ليميتد؟ بحاجة اسمها الشانون ثيري او الشانون لو. لو انتوا تفتكروا الشانون لو كان سيمبل اوي، اللي هو السي او الكاباسيتي بتساوي البي في لوج 1 بلس. دي اشهر معادلة اعتقد في التليكوميونيكيشن، يعني حيث ان السي هي الكاباسيتي، تمام، والبي طبعا هي الباندوتس، والاس اللي هي السيجنال، والان هي النويز. فبالتالي احنا بنقول الباندوتس بتاعت الشانل دي قد ايه، كباسيتي اللي اقدر يعني احصل عليها في الاوتبوت قد ايه، والسيجنال اللي انا بعتها، والنويز اللي بتضاف بس. فالمعادلة بسيطة جدا بتاعت شانون لو انا بتكلم هنا عن السايسو. فبالتالي الميزة الوحيدة في استخدام السايسو هو ان هو very simple من ناحية الديزاين، رخيص جدا بالنسبة لل others types اللي هنتكلم عليهم. فعشان كده بنلاقي ان السايسو سيستم بدأ يستخدم في applications زي الواي فاي، زي الراديو برودكاستنج، زي التي في اكسترا، تمام. فدي اول جزء. فخلينا ندخل بقى على تاني جزء، وهو تاني نوع بقى من الأنواع اللي عندي، وهي سوري خلينا تاني نوع من الأنواع اللي عندي هو هيكون اسمه السايمو. طب ايه الفرق ما بين السايسو والسايمو؟ هنا سينجل انبوت زي ما احنا شايفين، هو انتنة واحدة، وفي عندي ريسيف انتنة بيكون مالتيبل او مالتيبل اوت، ودي بيحقق حاجة اسمها receive diversity، تمام. يبقى عندي receive diversity هنا، فأنا عندي هنا only transmitting antenna و multiple receiving antenna، ممكن يكونوا اتنين، ممكن يكونوا أكتر من كده، تمام. طيب هنا ايه اللي هيفرق ما بين السايسو والسايمو؟ ان انا عندي هنا بيكون عندي x، وهنا في y1، وفي هنا y2، لان انا عندي two antenna هيريسيفو من one انتنا هي اللي بترانسميت. فهنا في مالتيبل ريسيفنج انتنا، زي مثلا الريك ريسيفر لو تعرفوا، مثلا كان مستخدم في ال 3G. فالسايمو هنا بيمبروف الريسيفنج دايفرستي بتاعه الانتنا، لان هو بيديني سترونجر دايفرستي بالنسبه للسايسو. فانا لو قلت من ناحيه الدايفرستي من ناحيه الريسيفر، فالسايمو احسن بكتير من السايسو. كمان مفيش
هنا مفيش ميزة في الكاباسيتي، يعني هنا هو ما بيزود ليش كاباسيتي، بس بيزود لي حاجة اسمها ريلابيليتي، او بيزود لي حاجة اسمها الدايفرستي. طيب لو جينا نقول المعادلة بتاعة شانون هنا هتبقى عاملة ازاي، هنا لا في ترم هيزيد عندي هو ترم الام، وطبعا ده زي ما هو زي ما احنا كتبناه في الاول. ايه الام ده؟ الام هنا هيزيد هو number of antenna المستخدمة في receiver side، يبقى هنا هيبقى number of receive antenna. تمام، فهنا كاباسيتي وايز هو مش بي ملوش امباكت على الكاباسيتي او الشانل كاباسيتي، ولكن هو الكاباسيتي هنا بتزيد او السي بتاعتي بتزيد عن طريق ايه؟ عن طريق ان انا بحسن الدايفرستي في الريسيفر. فهو الادفانتج هنا ان هو بي امبروف الدايفرستي فيرسز السايسو، ونتيجة ان هو بيدي كمان بيتر بيت ايرور ريت اناليسيز فيرسز السايسو. فده كده احنا بنقول ان الريسيفنج مستخدم في بعض الموبايل فون والبرفورمانس بيكون احسن من السايسو. يبقى احنا كده دي تاني نقطة عندنا. تالت نقطة عندنا وهي المايسو، المايسو اللي هو multiple input single output، أو بيسموه زي ما احنا شايفين transmit diversity، وده عكس السايمو. ليه؟ لأن أنا هنا بزود عدد الترانسميتر، هيبقى عندي X1 وعندي X2 وعندي one output أو one receiver، فبالتالي هنا I only بريسيف الأنتنة تمام من جاية من multiple transmitting antenna. يبقى أنا عندي one receiving antenna جايين أو بتستقبل من multiple transmitting antenna، فبالتالي هنا المعادلة بتاعتي هتبقى زي المعادلة اللي فاتت، بس الفرق هنا ال C هتبقى برضو M، بس ال M هنا هتبقى بال T عادي، و B log 1 plus. فهنا ال M دي هتبقى number of transmitting antenna. تمام، فهنا السكيم بتاع الانتنة هنا بيهلب في ان انا لما ابعت اكتر من ترانسميتر ان هو يقدر يريكفر الاوريجينال سيجنال عند الريسيفر اند باقل زي ما بنقول كده امباكت للمالتي باث فيدنج اللي موجود في الهواء او موجود في التشانل. فبالتالي ده بيحسن لي من ان انا اقدر استقبل السيجنال اللي انا بعتها كويس. تمام، فبالتالي انا عندي هنا المايسو موجود بيسموه الترانسميت موجود في الديجيتال تلفزيون، و يعني الميزة بتاعته ان هو من ناحية الريسيفنج بيكون احسن بكتير قوي من السايسو، وان هو بي اوفركم بعض التايم ديفرنس وبعض المالتي باس فيدنج امباكت اللي بتحصل في التشانل فيرسز طبعا الايه السايسو. تمام، فعشان كده هو مستخدم في بعض الموبايل فون برضو. اخر حاجة بقى وهو دي اللي احنا بنتكلم عنها، وجت كلمة مايمو. مايمو عمل ايه او المايمو ايه اللي حصل فيه؟ ان انا هنا عملت multiple transmitting antenna و multiple receiving antenna، فبالتالي انا هنا زودت الجين او زودت المعادلة بتاعتي اللي هي بتاعت شانون، بقت عبارة عن زي ما نشوف كده ان هو multiple channel، بقت complex شوية، بس احنا هنبسطها في حاجتين. احنا نقول M في M N في M في log 1 plus Sn. فهنا ال N طبعا زي ما احنا عارفين هي number of transmitting antenna، وال M هي number of receiving antenna. فانا قدرت ان ازود ال capacity عن طريق ان انا عملت multi rate streams، ان انا وزعت هنا اكتر من streams، واقدر هنا يحقق لي كذا ميزة، ان انا ممكن يزود لي الكاباسيتي بتاعت التشانل نفسها عن طريق ان انا ابعت different messages. فانا مثلا هنا هيبقى message number 1، هنا 2، هنا 3، هنا 4، ابعتهم في نفس الثانية، بدل ما انا كنت ببعتهم على 4 ثواني كنت ببعت X1 على ثانية و X2 على ثانية، ان انا كان عندي باث واحد في السايسو. فانا لا هنا هبدأ ابعت على الاربع مسج اللي هي من X1 up to X4 في 1 second. فانا كده عملت ماكسمايز للداتا ترانسميتد
ل4 أضعاف، تمام؟ فدي كانت ميزة المايمو. فبالتالي المايمو هو بيسموه، طبعا ممكن ان انا مستخدمه ان انا ابعت في ديفرنت بيسموها سبيشال دومينز يعني، او سبيشال مالتيبلكسنج. فهنا المايمو بيستخدم مثلا في اللان، في الوان، في 3G، في 4G. فكده كده هو بيحقق كاباسيتي عالية، وبيحقق دايفرستي عالية، وبيحقق في نفس الوقت زي ما نقول سيجنال تو نويز ريشيو أعلى، تمام، أو كواليتي أعلى. فبالتالي كده، فده كده الجزء اللي بنتكلم عليه هو الجزء بتاع المالتيبل انتنا تكنيك. طب ايه علاقته باللي احنا بنقوله ان هو كانت اصلا السيشن النهارده عن الماسيف مايمو؟ ما احنا قلنا ان احنا بنبدأ كلمة ماسيف مايمو هي شقين، الشق الاول هو المايمو، وده خلاص فهمناه وعرفنا ان هو ازاي زود الكاباسيتي عن طريق ان هو زود، هو ما قدرش، هو سوري، هنا في بي اللي هي الشانل باندويتس، ما قدرش يزود التشانل باندويتس بتاعتي، ما قدرش ان هو يزود الباور لانه هيزود انترفيرنس، فبالتالي خلق فرصة جديدة ان هو يزود بيها الكاباسيتي عن طريق ان هو يزود الاليمنت نفسها، نمبر اوف اليمنتس. ولما بقول ماسيف مايمو يبقى انا كده بزود نمبر اوف الان والام بتاعتي، تمام؟ يبقى انا هنا بتكلم عن ماسيف مايمو. طيب هنا عندي ان انا رحت جيرني من 2x2، 4x4، 8x4، وصلت الماسيف ماين. فانا هنا عندي في ال LTE ابتديت ب 2x2، فانا هنا كان هو number of transmitter، number of receiver. في ناس طبقوا 4x4 برضو، في 4x2 طبعا، كان في مودز ترانسميشن مودز مستخدمة، اوبن لوب وكلوز لوب، يعني ممكن تراجعوا بقى في ال LTE. في ال LTE Advanced وصلت ان انا ممكن استخدم 8 ترانسميتر، قدرت ازودهم، و4 ريسيفر بس في ناحية الريسيفنج يعني. هنا بقى في ال 5G لا، انا وصلت ان انا بوصل نمبر اوف انتنا بيوصل ل 64، يعني هو ثريتيكال بيبقى اعلى من 100، بس يعني اللي شفناه دلوقتي الانترنت الموجودة هو up to 640. والكي هنا التيرمينالز بيوصل اللي هو الموبايلز بتكون برضو اقل من الام، فهو هنا بنقول ان دايما ان ممكن يبقى الام اكتر بكتير من كي، ودي اكتر من واحد اكيد. فنمبر اوف تيرمينالز بيكون كتير بس اقل من نمبر اوف انتنا. فبالتالي احنا هنا لما بنتكلم عن النقطه دي ونتكلم عن ماسيف مايمو، فايه فايده هنا ان احنا زودنا عدد الاليمنت في الانتنه؟ اولا ان احنا هنا انرجي سيفنج، لان انت في الاخر لما تيجي تستخدم الماسيف مايمو هنشوف ان احنا في حاجه مع الماسيف مايمو بيسموها البيم فورمينج، تمام؟ فانت مش بتزود بس الكاباسيتي، لا ده انت كمان بتزود الداتا ريت، لان انت بتزود نمبر اوف ستريمز اللي رايحه، وهنشوف ازاي البيم فورمينج بيقدر يستخدم حاجه اسمها ويتنج فاكتور عشان يقدر يجمع الداتا دي. انت بتستخدم هاي سيستم كاباسيتي، لان انت زودت كاباسيتي عن طريق مور ستريمز، وهاي يوزر ثروبوت. الاثنين دول لما بتزود نمبر اوف ستريمز، مور ستريمز كده، بتزود حاجتين، اول حاجه الكاباسيتي بتاعه السيستم بتاعك، وتاني حاجه الداتا ريت نفسها. كاباسيتي يعني نمبر اوف يوزر، والداتا ريت يعني نمبر اوف بيتس بير سكند. طبعا ان احنا بنقول كمان لما بنزود عدد الانترنس فاحنا بتقلل الانترفيرنس، لان نشوف ازاي ان احنا ما بقاش الموضوع عبارة عن كافريج ووايس كده، لا بقى عبارة عن بيم، والبيم ده بيستخدم في سواء في الايدل مود او في الكونكتد مود بحاجة اسمها البيم فورمينج للبرودكاست تشانلز او للديديكيت. يعني مثلا لو نفتكر ان احنا كان عندنا برودكاست تشانلز وكان في عندنا ترافيك تشانل، فاحنا هنشوف البيم فورمينج بيستخدم ازاي ان شاء الله في الحلقات الجاية، ويعني ايه بيم فورمينج والفرق ما بينهم. فطبعا لو جينا نشوف بعض الحاجات برضو اللي مستخدمة، ان احنا هنا وصلنا من ان احنا بنروح من 2x2 او زي ما بنقول channel theory اللي هي كانت اصلا ليها capacity معينة، ان انا قدرت ازود channel والمعادلة بقت عبارة عن المينيمم بتاع الام والان
number of transmitter و number of receiver في اللوج زي ما اتفقنا. تمام، فانا كده قدرت اروح من ال 2 by 2 للماسيف مايمو، وده كده زود لي الكاباسيتي، زود لي الثروبوت، زود لي انرجي افشنسي، زود لي سبيكترم افشنسي، لان انا على نفس السبيكترم قدرت ازود الكاباسيتي والداتا ريت من غير ما استخدم مور سبيكترم باند. فطبعا في بعد كده هنتكلم عن ان شاء الله المره الجايه هنشوف في بعض الحاجات اللي ليها علاقه بالاري بتاع الانتنه في بتاع الماسيف مايمو. فمثلا هتلاقوا حاجات بيقول لك ان دي مثلا فيرتيكال و16 فيرتيكال و2 هوريزونتال، او العكس 2 فيرتيكال و16 هوريزونتال. فهنشوف ازاي دي بتتقسم، ازاي بتتكده، يعني في حاجات لهواوي مثلا، في حاجات لنوكيا، في حاجات لريكسون، ازاي بيبدأوا ان هم يوزعوا الانتنات، وانواع بقى ازاي بستخدم الانتنس دي عن طريق ان انا اعمل بيوم بيم فورمينج، انواع البيم فورمينج. الحاجات دي ان شاء الله هناخد بريف عنها وانترودكشن المرة الجاية. فشكرا لكم، واشوفكم ان شاء الله في الحلقة رقم 12، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.